بعرف اول شيء، انت في شيء معين في بالك ولا؟ لا لا، أنت دائم، أنت قريحتك تميل للفراق والحزن، ولا أنا غلطان؟ مو تحب على الحزن كل أنت؟ حال. أنت لا تحب والله مو الحزن؟ لا والله مو بدايم، لا مو بدايم، بالعكس إلا والله أنك تحب الحزن. والله مو بدايم، بس مرات هو يجيك كذا غصب. منصور أنت وجهك حزين، معليش يعني على الكلام ده. لا فعليك. فيه يقول وقف الساعة على 7 لا تجي 8، وابتسم في وجه أي واحد، وامش مثل اللي بيمشي على صوته الأذان، وامسك يد اللي ما تمسك بعد إيده يدين، وحط عطر وسولف شوي مع الزعفران، واكتب النص دق رسالة هي آخر كلمتين، واترك الريح تعبر لا توقفها عشان، ووقف شفت السعادة على الوجه الحزين، وخذ مني باقي الخوف أو عطني الأمان، ولا تخليني أحبك بعاطفة 40، ولا تكلمني عن الصبر إذا فات الأوان، ولا تعلمني على الدرب أنا الراحلين، كل ما مروني اثنين قلت إنهم أخوان، وأنا آسف أكثر الناس مثلي آسفين، أنا واحد لا تضايقت غدرت المكان، ما أعرف أحس بإحساس ما أحسه، سنين ما أخذ عقلهم من الناس، ناسه من زمان، وقاطع قلبه من الوجد والد الأولين. سلامتك. لا سلامة السامعين كلهم. تهديها لمن دي؟ بسمع تهديها لمن؟ والله اهديها لكل من يسمع. كل من لعنت والديه. كل من ينتظر رسالة آخر الليل ولا شيء، ولا يدز رسالة وما توصل، يمكنها توصل القصيدة هذه، أو يمكنها توصل له شيء. أنت ايش تبي من القصيد؟ ما تسير علينا في الديرة. والله ودي يا أبهاج، والله ودي، لكن الفترة هذه شوي ظروف في الكويت وأشغال والتزامات، ولا والله ودي أطلع للسعودية الفترة هذه، بس إنها شوي صعبة الفترة هذه. متى عهدك بالسعودية؟ آخر مرة جيت السعودية متى كان لقاءنا اللي في الواقع؟ جيت الواقع أنت؟ ايه شهر 2 يمكن او شهر 1 في الشتاء، اذكر كان مطر قوي علينا. مع من جيت؟ جيت انا ومحمد الغبر وحسين العتيبي اللي هنا في التيك توك وبدر العجمي، كنا مع عادل مجخير. ونعم من بكم كل. بس حلقاتنا ما عليك، بس حلقاتنا تدري ما طلع منها الا 5 دقائق. ليه؟ يا اخي الحلقه الوحيده اللي ما طلعت بث. جانا طال عمرك مطر، احنا في القناه وقفنا التصوير، ولا قاعد يمكن نص ساعه المطر يصب علينا. المهم انه اللي طلع من اللقاء كله دقيقة لحسين العتيبي وبدر، بس دقيقة واحدة تكلموا، وأنا قصيدة واحدة بس، محمد الغبر قصيدة واحدة بس اللي طلعت في اللقاء. خلصت طبعا وقت الحلقة، قال نادر أنا جاي من الكويت. ما سمع. أنا جاي من الكويت. إيه أنا جاي من الكويت والله وقتها. أنا كلمني نادر قال لي نبيك الأسبوع الجاي في حلقة، كان يوم أربع، قلت أنا الأسبوع الجاي مسافر، كنت رايح الأردن، قلت برجع عقب أسبوع، خلى الأسبوع اللي بعده، قال خلاص تمام. رجعت الأسبوع اللي بعده كلمت محمد الغور، قلت محمد ترى عندنا حلقة في الواقع، أنت وينك؟ قال أنا في الخبر، قلت خلاص يوم الثلاثاء الجاي تكون في الرياض. حسين العتيبي كان عندي بدر، قلت انت بتروح الرياض؟ قال ايه. قلت شو رايك تطلع معنا في الواقع؟ قال تم. قلت خلاص الثلاثة الجاي خليك في الرياض. المهم تجمعنا كلنا في الرياض قبل اللقاء يمكن بيوم او يومين، بس الامانة استمتعنا، يعني جينا عند الشباب في القناة وسولفنا معهم وواجهناهم وخذينا 3 ايام في الرياض، تمشينا وجو كان حلو ومطر امور طيبة يعني. قال نادر بعوضكم بحلقة ثانية، قلنا يا ولد العب راسك، واهم شيء احنا جيناك وشفناكم
الموسم الجاي إن شاء الله بنشوفك. ليه طيب؟ من البث، وقف البث من المطر مرة ثانية؟ لا لا، هي المرة الأولى الحلقة هذيك. والمرة الثانية صار عليها؟ مرة ثانية ما في، مرة ثانية بس مرة واحدة. خلص البرنامج، احنا مجينا البرنامج كان بينتهي بعد، بينتهي يمكن بعد اسبوعين كان بينتهي البرنامج، بيخلص شيء كذا حفل نهاية وشيء عندهم، انا ما ادري وش عندهم بس إيه. كان حفل نهاية كذا. قال نادر بعد الـ بعد الـ بعد رمضان او كذا بكلمكم، وقلنا يا ولد احنا يلا احنا نسقناها هذه المرة وتجمعنا وخلصت. قلنا كان جاء فيها وقت يعني، اذا قدرنا مره ثانيه زين، اذا ما قدرنا عاد شو نسوي. سبحان الله، كان معي محمد الغبر الشاعر تعرفه؟ اي بالله. ومحمد يتطير، مرحبا، خير ان جالك بخير. اي نفداك. لا انا فاتح بث نفداك مع منصور بن بحر. ابشر على خشم. باج اضحك اضحك. واحد من الربع يقول دخلني معكم قس داخلي، قلت ما يمديها، وين يمديها؟ من هو؟ واحد من الربع ما تعرفه. ابد، خليه يجينا الساعه المباركه. ما يمديها. ايه. ليه ما يصير الحين؟ لا ما يصير، لازم انه يفتح بث، العود يبي قس داخلي بدون بث. تصدق اليوم سمعت واحد يتكلم، واحد تقني، قال بعد اسبوع تحديث التكتك الجديد ما عاد في قسات داخليه. قال خلاص، قال بيوقفونها. ودنك بعد ودنك بعد يحطون الصاحي يبث، العايم ما يبث. ليه؟ والله صدق. اخي يمكن الناس تبي، ناس ترى مرات ما تبي. شوف لو صار، لو صار البرنامج كله عقال صاحين يصير. لا الناس تبي العايب، الناس تدعم العايب. يصير ملل، يصير ملل شوي. يعني لا صار كلهم صاحين البرنامج صار ملل شوي. تخيل الحياة كلها عقلي ما فيها مجانين ولا متهورين ولا تصبح مجنون. ها مجنون، مجنون له مستشفى. ودك شوي يكون فيها ها كذا وكذا يعني. ها ودك يعني يكون فيها شوي كذا وكذا يعني، يكون فيها اخبار وفيها اي، فيها اخبار وفيها طيش شوي، فيها جنون، فيها عقل. حتى عقل تصدق يا ولد، حتى الصدق ما عاد يقوم. اي لا لا، الصدق ما صدق ترى، اذا انت تكون صادق ترى انت خلاص، ولا بتكون ناصح ما انت مضبوط انت. والله ولعن الجدف، والله ما عندي احد. لا وحتى ترى بعد، ترى بعد الصريح، الصريح شوي ما يحبون الناس، ناس يحبون اللي انا ما الصراحه يا ابو فهد. انا في فرق بين الصراحه وفي فرق بين الوقاح. انسان وقح والله، والله حتى الصراحه الحين ما هو خل الوقاح على صوب. الصراحه، الصراحه الحين والله قامت تزعل الناس وايد. بعض الناس ما يبيك تصالح، يبيك تصير جامله بس، بيقول لك جاملني بس. ايه لازم، اي ما يبي الصراحه يا اخي، بيقول لك صراحتك هذه ما بيها، جا مني وخلني. انت ما تجي الكويت يا بهاج؟ لا بالك. متى اخر مره جيت؟ يمكن باقي ما كملت سنه، كنت ثمان شهور. تو يعني جاي؟ ايه. وانت بشغل خالد صح؟ ما اسمعك. مشغل خالد عبد الرحمن. ايه تسمع له خالد؟ ابو نايف. انا غريب يا ابو فهد، والله لو ممكن تعرفني من قرب انت تنصدم مني. ليه؟ غريب فوق ما تتصور. شلون؟ من جميع النواحي. الحجاج
تعرف الحجاج؟ إيه؟ حجاج جاه واحد مرة وسأله سؤال. هو كان رايح كان رايح للشام، كان رايح لعبد الملك بن مروان في الشام. فدخل قصره، يوم دخل قصره فكان يتجسس على القصر يشوف الناس قاعدين يجمعون فلوس طايحة، حذفها لهم الخليفة من فوق. فهو قعد ويشفح فيهم، تسمعن فيهم يعني، ما جاي ياخذ معهم. فجاه واحد من الحراس من وراه قال: انت ايش قاعد تسوي؟ قال: قاعد اشوف شو يسوون الناس. قال: ليش ما تروح تفعل فعلهم؟ يعني ليش ما تروح تجمع من فلوس الطايحه؟ قال: ما افعل فعلهم وهم ما يفعلون فعلي. قال: هل انت غريب ايها الرجل؟ قال: كنت تقصد غريبا على الدار فهو ذاك، وإن كنت تقصد غريبا عن الناس فهو ذاك. اللي يزين لك كله تنقبيه. يزين لك تنقبيه. فأنت بتقول أنت غريب، خلك غريب، غريب تراك تستانس تستمتع، تشوف أن الحياة أحلى. ايه اي، صرت شوي غريب عن تعال يا أخي، تعال جاني فضول. أنا يسألوني النادلة 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 هذه وش؟ أنا جاني فضول أعرف النادلة هي وش. وش النادلة؟ هذه يا طويل المقول السلامة قصيدة للشاعر جمال بندر. آه، اكتبوا لي، خليه يقول النادل، خليه يقول. أنا قلت هو النادل هذه لازم أسمعها. قصيدة للشاعر جمال بندر. هي معروف أبو يا أخي جمال بندر، ما شاء الله تبارك الرحمن. إي، جمال شاعر مميز ما شاء الله عليه، موهبة قوية. ايه، في شباب جايين كبار ما شاء الله تبارك الرحمن. احنا يعني ما انا من جيل الشعار الكبار يعني. تصدق ان جمال بندر انا كنت اراهن عليه اكثر من 7 سنين، من كان انا اعرفه واعرف اخوه اللي اكبر منه بدر، كلهم شعار، وكان عندي في السناب جمال بندر، وكان عندي في الانستغرام، وكان ينزل بس صورة ويكتب تحتها ابيات. الكلام هذا يمكن في 2015 2014 تقريبا، اكثر والله من 7 سنين، من زمان، من ذاك الوقت يعني. فدائما اقول يا اخي انت ليش ما تنشر قصايد بصوتك؟ قال: ما احب يقولها. المهم، ودائما يعني اقول يعني صار كلام ولا كذا، يعني تعرف مجالس الشعراء قام يذكرون شعراء شباب، اذكر جمال، وما حد وقتها ما كان يطلع هو. كنت اقول جمال بندر انا اعرفه واسمع له، يعني اقرا له، انا اقرا قصايد الولد، يكتب كلام سحر سبحان الله. فتره من الفترات ولا يتشجع الرجال وينزل قصيده، اول قصيده له يمكن في 2018 او 2000، يمكن 2018 تقريبا، وما شاء الله عليه من اول قصيده نشرها الى الان، وهو دائما كل قصيده ينشرها ويدهش. انا اشهد ويستاهل والله، يجعل ربي يرزق. هو من الشعراء يعني اللي ما شاء الله عليهم، لهم محبه ولهم قبول، ويكتب طرح متميز. علومك يا حبيبي. الشعر مشكلة انه يجيك واحد يخبز له في كلمتين، والعظيم اني ما اقولها بيني وبين نفسي. صح، بس التصميم دي مشكلة. احبس بديتس لقيتس وانا داخل البقالة، ورحنا وجينا. ترى سعد، ترى سعد وجدران، ترى سعد بن جدار الله يرحمه له سالفة على الموضوع هذا. جاه واحد أنا يعلمني بها واحد من العيال كان معه في الإمارات، يقول جاه شاعر وسمعه قصيدة ما يعرفها سعد، يقول سمعه قصيدة، يقول قصيدة كلام عادي، ما هو قال: إيش رأيك يا بن جدلان، أنشرها ولا ما أنشرها؟ قال: يا ولدي، قال: يا ولدي، هذا وصخ وطلعه الله من صدرك، لا تعلم باحد. يقوله قال: هذا خنزم في صدرك وظهرته، هذا خنزم وطلعه الله، لا تعلم باحد. ف
جاهز يعني. الله يطول عمرك يا حبيبي، وتشرفت فيك وحبيت اني اسلم عليك. مرحبا يا ابو فهد، والله تأمرني انا بشيء؟ توصيني نحبك شيء؟ لو انا ما واجهناك. أسالم. لا المواجهة إن شاء الله قريب، نتواجه جيني في والله الكويت ولا والله نتواجه والله في السعودية. مرحبا ملي، سلمني على تحياتي نفسك لك، وعلى ربوعك والساعة الطيبة اللي شفناك فيها. تحياتي لك يا حبيبي. ربي يطول عمرك. مرحبا يا الله ابو فهد. يحييك، مرحبا طارق، مرحبا. والله من الذرابة، والله من زين الحكام. درب رجع من درب، الله يستر عليه. طلع علي بن جدلان يرحم سعد، قالوا يا بن جدلان مشينا انا نمشيك في الدمام. الله يرحمه، قال خلنا نجز، خلنا نروح المجمع توهم فاتحينه وفي زعمه وفي ناس. قال مشي، راح بن جدلان تلين عليه ناس زحمة، وبن جدران يروح يمشي يعرج عصاته بيده وجواله بيده الثاني يمشي وكذا طالع من الباب. هو كان في محل عطورات ظني، ما ادري والله ايش صار. المهم هو طالع من الباب يصقع له في جزء، ضرب ظني كتفه في كتف مره، طاح عصاه وطاحت اغراضه وطاح كل اللي بيديه، طاح بعد اللي بيده. يوم طاحت تدنق بن جدران يبي ياخذ اغراضه، تقدر تطالع فيها، يوم طالع فيها الا هني شيء شيء متعدي يا شيء يا شيء، الله لا يوريك. قالت اسفه. امان الجنه يا رب. تخيلت انا يعني المنظر، يعني طلع لي الموقف. الله يغفر لك يا سعد. يوم لقط اغراضه يرفع راسه، الله يمشي رجل منكسره وعكازه واغراض. اي والله اني تخيلت الموقف. قال اسف، قال وانا بعد اسف، هو انت لحالك؟ حتى مش جاونا. الله يغفر لك. هذه قصيدة هي، ما طلع لي قصيدة. سبت تصادم الأوادم دافع الاشتياق، سبت تصادم الأوادم دافع الاشتياق. يا آسف كل وأنا في ذا المكان أزوي. الله يغفر لك. موقف موقف حتى بعد آسف الشعب. نور 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 قست تم، انا والله ما عنده دخل قستان. مرحبا ابو سعود، ملايين يا مرحبا. قلت والله ما تقريبا لنا ساعة ونص من يوم بتينا. الربع انا ظني تقصد تقريبا تقريبا روتين الاسبوع ذا، انه بيقعد ينبت يا في الصبح يا في الظهر. اي والله اني بروح بعد، بدي اروح البيشه، بدي اروح البنك. ما ادري هو انا اروح ولا ما اروح.
اي والله بروح اخلص لي كذا شغله. جعل ربي يسعدكم الجميع ويرحم شيبان والسعه الطيبه اللي من دون هاجر عليه، الساعة الطيبة اللي التقينا فيها وسمعنا والله ما ودنا.